بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله اصطفى، أما بعد، سعيد بلقائكم وبالتواصل معكم تلميذات والتلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة الأداب والعلوم الإنسانية في أولى حلقات دروس الدعم والتقوية إن شاء الله. أتمنى لكم كامل التوفيق والسداد والنجاح إن شاء الله لتحققون ما تصبون إليه. نعم، لكن أذكركم أنه من أراد السيادة عليه ترك الوسادة، يعني العلم ثم العلم ثم العلم. نعم، لندخل مباشرة في الموضوع. نعم، هذه الحلقة إن شاء الله سنخصصها لدراسة مادة اللغة العربية. نعم، فكما لا يخفى عليكم وعلى مشارفكم أن المجزوءة الأولى معنونة بمن إحياء النموذج إلى سؤال الذات. نعم، وإن شاء الله سنقتصر الحديث في هذه الحلقة لمجلي البعث والإحياء فقط. نعم، لتأتي الحلقات المقبلة في سؤال الذات وإلى غير ذلك من التيارات. نعم، أولا البعث والإحياء. النقطة الأولى، البعث والإحياء له مسميات عدة، مثلا التيار الإحيائي، مثلا خطاب البعث والإحياء، مثلا تجربة البعث والإحياء، أو محاكاة الأقدمين إلى آخره. يعني كل هذه مسميات لتجربة البعث والإحياء. نعم، يعني مثلا ممكن بإمكان في الامتحان الوطني أن تعطي قصيدة البعث والإحياء، وممكن أن يكون العنوان إحياء النموذج أو التيار الإحيائي أو ما إلى هذا، لكن كلها تندرج في إطار البعث والإحياء. نعم، يعني إلى حدود الساعة. جيد، فالبعث والإحياء، ماذا نقصد بالبعث؟ نعم، ما هو البعث؟ معنى فعل بعث، شنو هو بعث؟ بعث بمعنى إعادة الروح لجسد تداعى السقوط. نعم، إعادة الروح لجسد تداعى السقوط. نعم، فالشعر الشعر البعث والإحياء عرف نوعا من الركود والصمود والضعف والتراجع والإسفاف. نعم، في عصر نعتا بالانحطاط. نعم، حيث عرف الشعر العربي مرحلة طويلة من الركود والضعف والإسفاف والتراجع في عصر نعتا بالانحطاط، حيث ما هي مظاهر هذا الانحطاط؟ حيث لا يستطيع المحافظة على المستوى الفني الذي ميزه عن عصور الازدهار السابقة. نعم، هذه عصور الازدهار يعني العصر الجاهلي والعصر العباسي والعصر الأموي. نعم، يعني الشعر البعث والإحياء لم يحافظ على مستوى الفني، لذلك انحط. نعم، هذا هو السبب انحطاط الشعر. نعم، لكن في أواخر القرن التاسع عشر ميلادي بدأت عملية اصطلح عليها بالبعث والإحياء، عملية اصطلح عليها بالبعث والإحياء. نعم، يعني إحياء الشعر من جديد وما عرفه من الركود والضعف. نعم، وجاء هذا الإحياء بفعل عدة عوامل سنختصرها فقط في حملة نابليون بونابرت على مصر. يعني من خلال حملة نابليون بونابرت على مصر وسقوط بغداد على يد المغول، هذه هي من بين العوامل التي ساهمت في إحياء الشعر من جديد. وإحياء الشعر من جديد من خلال ماذا؟ إذا أردنا إحياء الشعر، نعم، وإحياء الشعر من خلال
ظهور الطباعة وانتشار الصحافة والتأثر بالثقافات الغربية، يعني التشبث بالثقافات الغربية والفكر الغربي. نعم. والرواد الذين ساهموا في إحياء الشعر من جديد نجد على مقدمتهم الرائد الأول كان هو الشاعر محمود سامي البارودي. نعم، فله محمود سامي البارودي له قصيدة شعرية اللي هي أثريت مجدا عندما نفي بجزيرة ساندي. على كل حال لا يهمنا، لكن هناك محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومحمد الحلوي ومحمد إبراهيم، إضافة إلى شعراء آخرون فإلى آخر، يعني من شعراء الذين ساهموا في هذه التجربة. نعم، إلى حدود الآن أتمنى أن تكون الأمور واضحة. نعم، فمميزات وخصائص التي يميز بها القصيدة الإحيائية، ما هي في نظركم أو ما هي مميزات وخصائص البعث والإحياء؟ نعم، فنجد أن البعث والإحياء يعود إلى عمود الشعر، عمود الشعر. ما الذي يوجد في عمود الشعر؟ نعم، يوجد في عمود الشعر جزالة اللفظ، ويعني جزالة اللفظ. نعم، ووضوح المعنى، يعني المعنى، يعني معنى القصيدة يكون واضح. نعم، يعني الرسالة التي يود الشاعر أن تصل إلى المتلقي تكون واضحة ولا تحتاج إلى تأويل وتحليل إلى ما إلى ذلك من الأمور. نعم، وإضافة إلى متانة التركيب، يعني توازي بين الصدر والعجوز، وتوازي بين الأبيات كاملها، وتوازي بين الكلمات إلى آخره. نعم، إضافة إلى قوة الجرس، يعني القافية، قوة الجرس، يعني تكون القافية موحدة، وممكن الطباق والجينات، يعني كل هذا يسمى قوة الجرس، يعني القافية تكون موحدة، الروي يكون موحد. نعم، إلى آخره. ونجد أيضا من مميزاته أنه التزام بالبنية الإيقاعية التي تتجلى في التصريع، يعني التصريع الشعري. ما هي التصريع؟ أش تقصد بالتصريع؟ نعم، التصريع هي من مميزات الشعر، تلقاها في البنية الإيقاعية، يعني تكون في أول كأول أول بيت، يعني بيت أول في الصدر، يعني آخر كلمة في البيت أول في الصدر، يعني الحرف ديالها مثلا آخر حرف يكون بالباء، تكون هذا الباء أو آخر حرف يكون كذلك هو الراوي. نعم، يعني راوي موحد، يكون باء مثلا انسكب انجذب. نعم، لكن فقط في الراوي، لكن في الاولى لا تشبه الراوي. نعم، اتمنى ان تكون الفكره واضحه. نعم، ايضا من خصائص البعث والإحياء أو التجربة الإحيائية توظيف القافية الموحدة والراوي الموحد، يعني القافية في خطاب البعث والإحياء تكون موحدة، ليست متنوعة بل موحدة. نعم، كما ذلك الراوي الموحد، يعني يكون الراوي موحد، نعم، ليس هناك اختلاف الراوي. نعم، واعتماد البحور الخليلية، اعتماد يعني بحر معين من البحور الخليلية، يعني الخليلية نسبة إلى خليل أحمد الفراهيدي وتلميذه سعد بن مسعد الأخفش الذي هو على يده كان البحر المتدارك. نعم، تدارك البحر المتدارك. نعم، وإضافة إلى اعتماد الوسائل التقليدية والفنية، الوسائل التقليدية الفنية شنو هي؟ يعني اعتماد الصور الشعرية التقليدية. أش تلقاو في هذه الصور الشعرية التقليدية؟ نعم، تلقاو فيها
التشبيه والاستعارة والمجاز بصفة عامة، يعني الصور الشعرية تلقى فيها التشبيه والاستعارة والمجاز. نعم، كل هذه الأمور هي التي تتعلق بالتطور الذي عرفه الشعر البعث والإحياء. نعم، فننتقل إلى المحور الثاني اللي هو كيف نحكم بأن القصيدة تندرج في خطاب البعث والإحياء. نعم، مثلا تحطت لنا قصيدة البعث والإحياء في الامتحان الوطني باش تنعرفوا بأنها تندرج ضمن خطاب البعث والإحياء. نعم، هناك عدة معايير لمعرفة أو الحكم بأن القصيدة تندرج ضمن البعث والإحياء. نعم، أولا بإمكاننا الرجوع إلى شكل القصيدة، يعني شكل القصيدة أي نظام الشطرين، يعني نظام الشطرين مخصص لتجربات البعث والإحياء. نعم، إذا لقينا صدر عجز نظام الشطرين المتناظرين، يعني هذا ضمن البعث والإحياء، إضافة إلى ظاهرة التصريح كما تم الذكر سابقا، يعني التصريح تكون في البيت الأول، يعني إذا لقينا التصريح ولقينا نظام الشطرين، يعني هذا من شعر البعث والإحياء، إضافة إلى صاحب القصيدة، يعني مثلا صاحب القصيدة أو المصدر، يعني مثلا صاحب القصيدة محمد حسين البردي، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، محمد الحلوي، محمد المراي إلى آخره، كل هؤلاء هم شعراء البعث والإحياء. إذا لقينا بحال هذا الشاعر هذا، يعني القصيدة تندرج ضمن خطاب البعث والإحياء. نعم، إضافة إلى المصدر، يعني مثلا المصدر يمكن ديوان بعد ديوان سامي البارودي البعث والإحياء ولا إلى ما هذا، المصدر يكون تلميحا لأن القصيدة تندرج ضمن خطاب البعث والإحياء. نعم، إضافة إلى كما يمكن معرفة من خلال سؤال التركيب. نعم، فممكن أيضا في السؤال الخامس أي سؤال التركيب، يعني التركيب والتقويم، يعني من هنا يتطلب منا صياغة خلاصة تركيبية لما تم تداول في التحليل ومدى وبيان مدى تمثيل النص لقصيدة البعث والإحياء. نعم، يعني مثلا إذا ما عرفتيش أشمن تيار هذا، ترجع مباشرة إلى السؤال الخامس، هنا يتضح الأمر. نعم، من هنا هذه هي معظم الأفكار التي تخص البعث أو خطاب البعث والإحياء. نعم، والآن سأطلب منكم التلاميذ والتلميذات الكرام أن تصوغوا مقدمة حول تيار البعث والإحياء من خلال هذه الأفكار التي تم ذكرها. نعم، مثلا يمكن صياغة مقدمة لما تم تداوله في مثلا عرف الشعر العربي تطورا بعد عصر الانحطاط وظهر تيار شعري جديد، يعني مثلا يعني تلخيص هذا الشيء كامل غنلخصه، وهذا التلخيص يكون عبارة عن مقدمة يمكن لكم تحفظوها وتكتبوها لنا بامتحان وطني، لكن بزاف ديال الافكار مش مقدمة تنخليوها إلى التركيب. نعم، وغادي نديرو حلقة مخصصة للمنهج يعني إن شاء الله باش ما نخرجوا على الموضوع ديالنا. نعم، فممكن القول واصل الشعر العربي تطوره بعد عصر الانحطاط وظهر تيار شعري جديد يسمى تيار البعث والإحياء. نعم، وقد ظهر في القرن التاسع عشر نتيجة عوامل عدة نجمعها في حملة نابليون بونابارت وسقوط بغداد على يد المغول، إضافة إلى التأثر بالثقافات الغربية والفكر الغربي. نعم، ومن مميزاته العودة إلى عمود الشعر هي جزالة اللفظ ووضوح المعنى ومتانة التركيب وقوة الجرس. نعم، ولعل أهم رواد هذه التجربة نجد محمود سامي البارودي، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، محمد الحلوي، إضافة إلى صاحب النص
فلان وفلان الذي يعد من أكبر رواد البعث والإحياء. نعم، يعني بهذا تكون مقدمة مختصرة تتضمن لخصائص لتعريف وخصائص البعث والإحياء. نعم، باش ما نديروش المعلومات اللي عندنا كامل وفي مطلب التركيب، يعني أي التقويم، مطلب التقويم يتطلب منا بيان مدى تمثيل النص، يعني خص هاد الافكار كاملين نديروها في التقويم اللي لا درناها في المقدمه ما يكونش عندناش غنقولوا في التقويم. نعم نعم، الى هنا وصلنا الى اخر الى الى اخر الحلقه. سنطرب لكم موعدا ان شاء الله في حلقه جديده بعنوان منهجيه أو منهجية الاشتغال على قصيدة شعرية إن شاء الله. أتمنى أن تنال الحلقة إعجابكم، وأتمنى أن تشاركون الحلقة مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة الجميع. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.